السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتلاقاو اليوم في حلقه جديده، اليوم الثلاث 11 افريل 2023، موافق ل 20 رمضان. كما كتلاحظوا اليوم درجه الحراره 15 حاليا، دابا 11 ديال النهار وغدا تطلع ل 16 دوغري ان شاء الله. كما كتلاحظوا الاخوان الجو مشمس، يعني صافي مشاو ليامات ديال الثلج، الجو مشمس، الصهد الناس صيفوا، بداو كيبانو ليا الناس لابسين تيشورتات كيخرجو بالتيشورت. و كيبان الغازون صفر، بحال يلاه بحال زعما بادي الصيف. مي على ما سمعت هو انه من بعد ما كيحيد الثلج بعد شهر ديال الشمس ولا جوج سيمانات عاد كتبدا تخضر الدنيا، واوراق الشجر كينبتوا وكترجع الحياه في الطبيعه. خاص دابا مره تصب الشتاء مع شويه الشمس وغادي يتقاد الجو ان شاء الله. لاحظت هو انه بداو المطر بزاف كيخرجوا، والحديد الواعر، الطوموبيلات الواعرين، بحال البارح بانت ليا اودي ايرويت، اليوم بانت ليا كان بورش، كاينين لامبورغيني، فيراري، المهم الحديد الواعر. الصباح بانت ليا واحد مازيراتي، الحديد الواعر بدا كيبان، باسكو هنا الحديد الواعر ما كيخرجوش ياما التلج، كيخافوا عليه من الملحة، كيخليوه في شي كراج يتخبى فصل الشتاء كامل، حتى كيبدا يزيان الجو عاد كيخرب. هاد الصطافيط اللي على اليسار هادي ديال البوسطة، هادي سميتها كندا بوست، تالمون كيموتوك بهم، كتجيك لاكارت ريزيدونس، كيجيوك اوراق مهمين، لاكارت بونكير، كلشي كيجيك بار بوست. هذا بوليسي، نشوف على ما اظن هادي شي طوموبيل اون بان، واقف عليهم البوليس. واقف عليهم باش يأمن ليهم السيكوريتي في الرون بوان، حيت داك الرون بوان دونجورو، كيجيو الطوموبيلات كثيرين. هذا صوت الريح حيت انا حال الشراجم، كاين الصهد، باقيين لابسين حوايج ديال الشتا مي كاين الصهد. العربية سايقة بيكوب مدوبلاني عن اليمن، العربية هادو كي مالين بيكوبات كيكونو شوية داصرين،
السلوغان ديالهم تقريبا بحال موالين الطاكسيات البيضين عندنا في المغرب. سيرتو انا كي طلعوا لي الدم فاش كتكون غادي في لوطوروت وكي ولا غادي في الطريق وكيجي يلصق فيك من اللور، وإلا فرانيت بالجهد صاحبي وإلا أدخل فيا، ولكن فين كنقضي عليهم أنا كنوصل رونبوان كان باش جاي باش طير، وهو مع عالي ما يقدرش يكسيري في الرونبوان، إلا كسيرات تقلب فيه. ما فين كنقول لهم بسلامة نقراطيو الفيتاس فوالا راهو بيكوب، راه العروبي راهو الله يصاب بيكوب معليه دير ليه الرويد ديال الغيس. كتلقى علاش كنقول لهم العروبية؟ حيت لاباس عليهم، عندهم الفيرمات وعندهم عندنا هنا في المغرب كاع العروبية لاباس عليهم، عندهم الأراضي وعندهم شحال الضوء مشيو، ولكن كيدمروا الصراحة كيدمروا، كيبانوا لي أنا 6 الصباح خارجين كيضربوا تمارا. هادي اللي ما عندناش حنايا، حنا تاع 8 يلا كيبدا داك الزحام، هما لا هنا 6 الصباح كتلقى غادي للخدمة. كون كانوا عام مسلمين زعما يصليو الفجر ويخرجوا يخدموا، مع الأسف مسلمينش. أنا وصلت عندي واحد الكوموند غادي نهزها ديال ريبيكا، خدينا لا كوموند ديال السيدة ديال ريبيكا، غنديو عليها واخدها داكشي خفيف من ماكدو، غيكون واقيلا شي قهوة ولا فطور ولا head north then make a U-turn make a U-turn then turn left onto Coverdale Road. ما السؤال ديال ديالنا حنا كنوصلوا الماكلة وحنا صايمين؟ انا بعدا ما واحد الموطور شتو تخواغو، انا بعدا بالنسبه لهاد المساله ديال الماكله وحنا صايمين ما كتعثرش فيها، ماشي شي حاجه. انا ما اظن انه القضيه خايبه للناس اللي كيكميو، الا داز من حدا شي واحد كيكمي ولا نمبلي بشي حاجه الله يعفو عليه، تبقى فين مساله صعيبه. ديما رمضان كيكون فرصة للإقلاع، و 30 يوم الجسم ديالك كيتخلص من السموم. إلا كانت عندك العزيمة والإرادة راه غادي تتخلص من ديك البلية إلى الأبد. كتلاحظوا الثقيل، كتسمع شي طوموبيل الى دازت هذاك هاد لي ستاسيون ايرفين، هذا هو اخنوش ديالهم هاد ايرفين، هو الملياردير ديال هاد المنطقه هادي، عنده لي ستاسيون بارتو، عنده لوزينات، المهم 70-80% عنده لي ميزون ديال الطوموبيل، عنده البوطا، عنده المهم عنده 80% ديال الاندستري اللي كاين هنا، عنده عائلة كبيرة، باه وجدو الكبير تيلمون لاباس عليك، كيقدر يأثر في الصاليرات مينيموم ديال هاد المنطقة هادي.
عليها أفقر منطقة في كندا مع الأسف. ويلا بدأت كتطور شوية بليزي ميغرون اللي كيجيو كيجيبو فلوس من هنا وكي انفيستيو وكي سينو على ما كيعاودو عليها قالك الفقر مقطع. واحد الوحش جاي شتي هادي خدام كيضربو تمار هادو هما اللي كيبانو في ذاك ناشيونال جيوغرافيك مصانع عملاقة وداكشي عملاق و ضربو تمارة ديال بصح ولكن كيتخلصو مزيان إلا كانوا خدام عند شي حد ولا هدا راه كيتخلص $40 الساعة مينيموم. داك النهار شي فور ديال التران وقف نص الطريق باش يهبط ياخذ قهوة صافي. وانا واحد الاخ سولنا قلنا ليه شحال كتخلص قال لك ابتداء من $40 الساعة وانت غادي تقدر توصل $60 الساعة. هو باقي صغير باقي عنده يلا شي 22 عام ولا حيت هما جوج شيافر كاين هو وجوبونس الشيف ديالو وهو هبطي يجيب الفطور من القهوة والآخر بقى في التران كيتسنى حتى هاد مالي الرموكات هادو حتى هما كيتخلصو مزيان. هادو ابتداء من 22 24 دولار الساعة وانت طالع حتى هما كيوصلو $60 الساعة إلا كان كيسافر كيمشي لميريكان والمكسيك وداكشي ما كيتخلص مزيان. ولكن فيها الريسك غيستر المكسيك وخصك تكون سيري باطير حيت كتولي حياتك كلها طريق كلها رموكات. موبيل هوم حيث كيتهزو في الرموك حتى كتكري على الارض كتشري داك الدار وكتكري الارض ياك و كيكونوا الديور طوال باش يقدروا يهزوهم في الرموك. قلت لك وكتكري الارض بالدينيجمون ديالها بالماء بالضو في الصيف وفي الربيع كيجي مول الغازون يحيد داك الغازون تخلص ليها ما بين 200 حتى $300 الشهر على حساب المنطقه فين ساكن. هادو غادي يكونوا كيخلصوا $300 الشهر حيت اقتصادي نقي ماشي حيت كاين اقتصادي موسخ وكاين اقتصادي نقي. Turn right onto Bridgeport Lane, then turn right onto Springfield Lane. أنا من هنا نوصل عند الكليان نقول لكم مع السلامة. كنت لقاوي إن شاء الله في حلقة مقبلة. كان هذا واحد الفيديو خفيف على أجواء المشمسة وتوصيل الطلبات في الجو المشمس. نهاركم مبروك مع السلامة إلى حلقة مقبلة إن شاء الله.